علمته مرتين، مرة ما كانش يعرف مين أنا. كنت في الأخبار يا سيدي؟ لا، كنت في الأهرام، فكان بينزل من المؤسسة وكده. ومرة أنا طالع من الأهرام كده فقابلته سلمت عليه. دي المرة الأولانية كانت حوالي سنة 95 96، لكن كلمته مرتين بس، بعد كده ما قابلتوش يعني. بس ما حدش يقدر ينكر فضله يعني، ده صاحب بصمة بمعنى كلمة صاحب بصمة يعني. ناس كتير قوي بترسم كاريكاتير، ناس كتير جدا بتشتغل، ناس كتير جدا لها يعني تواجد، لكن ده البصمه بتاعته صعبه قوي 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 ان حد يحل محله. ابرز المواقف اللي حضرتك تتذكرها من رحيل؟ لا معايا انا شخصيا، لا بصفه عامه، لا يعني 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 يكفي انه لما الاستاذ مصطفى حسين توفى عمل 3-4 نص كلمة كده، دول شغل الناس يعني. قد ايه كان انسان في هو بيكتب، قد ايه كان انسان اكتر ما منه صحفي، في فرق كبير ما بين الاثنين. فتوصيل فكرة العلاقة ما بينه وما بين الاستاذ مصطفى حسين الله يرحمه.